المغرب فيها ثروة خيالية. الثروة هذه مستفيدين منها أغلب الأوروبيين وخاصة الفرنسيين وعيال البلد. أهل المغرب تركين الثروة هذه للأجانب على أساس إنه ما عنده، ما عليه، بكون صريح معاكم يا أهل المغرب، الشاب اللي في المغرب أو الناس اللي في المغرب أغلبهم يقولون ما نقدر، صعب، ما في فلوس. مع العلم يوم جيت بحثت حصلت إنه ما في أسهل من الشغلة هذه. فأنت خايف، طيب يعني لازم ما حد ينافسك، لازم تجلس لحالك، ما دام المنافسة بالزاف شلون أكسر المنافسة بالزاف؟ إذا ما تقدر تكسر المنافسة في الزاف فأنت ما تقدر تشتغل بالزاف. بيكون دعم في شركات الطيران للدول، من الدول، دول كثيرة راح تخترب خططها واستراتيجياتها. الوضع ترى هي أكيد في دائما في الأزمات في رابحين، في رابحين في كل أزمة. انزين، المغرب اللي عنده كاش لا يصرفه، امسك الكاش، انتبه على الكاش، لا تصرف الكاش. هذا اللي بقول لك اياه خلال الشهور الجايه، لانك ما تعرف الشركه بتدفع لك فلوس ولا لا. شركه الطيران ما عندها مشكله لارباح سابقه، ما تدري توزعت الارباح ولا ما توزعت، ممكن توزعت الارباح. هل تاثر شغلك من الازمه؟ عندي مشروعين تاثروا واغلبهم مطاعم، هي اللي تاثرت وطبيعي جدا. المشاريع الناقصه في المغرب، اكثر شيء شفته في المغرب، في المغرب فيها ثروه خياليه. الثروة هذه مستفيدين منها أغلب الأوروبيين وخاصة الفرنسيين وعيال البلد. أهل المغرب تركين الثروة هذه للأجانب على أساس إنه ما عنده، ما عليه، بكون صريح معاكم يا أهل المغرب، الفترة هذه اللي جيتها اكتشفت إن الثروة هذه أهل المغرب إلا من رحم ربي هم المهتمين فيها، ولكن أكبر الشركات العالمية هي اللي مسكت الثروة هذه. الشاب اللي في المغرب أو الناس اللي في المغرب أغلبهم يقولون ما نقدر، صعب، ما في فلوس. مع العلم يوم جيت بحثت حصلت إن ما في أسهل من الشغلة هذه. ثروة ربي رزقهم إياها نفس النفط، هي الأرقان. ليش نفس النفط يا أحمد؟ خليني أقول لكم، برميل النفط ينباع بكم؟ 28 دولار، الحين بالثلاثينات، زين ثلاثينات، تقول وصل 60-70 دولار. زيت الأرقان ينباع أونلاين في بعض الأماكن 44، وبعضها ينباع في دول الخليج 150-200 ريال، يعني نتكلم على 50 دولار، 50 دولار، من 44 إلى 50 دولار. طيب كيف يقدر؟ ليش الشركات؟ جيت سألت نفسي يوم بحثت عن أقوى شركات في الأرقان، حصلتها واحدة شركة إسرائيلية، واحد شخص أسترالي، أوكي أسترالي، بس جينا نسأل ليش ما في شركة كبيرة يملكها واحد من المغرب؟ يوم جيت سألت أهل المغرب، كل الشباب كلهم يقول ما نقدر، ما عندنا فلوس، هذه حقة الأغنياء. كيف حقة الأغنياء؟ يوم رحت سألت المعامل أقول له كم، هل عندك طلبية معينة أقدر أطلبها؟ قال لا، أطلب اللي تبغى، تطلب الواحد إلى اللي تبيه تطلب، كيفك. إنزين، يعني الموضوع يحتاج أني أطلب طلبية عادية، حتى لو أطلب 20، لو أطلب 20 قطعة أو 20 علبة 100 ملي راح تكلفني 17 درهم، 17 درهم تكلف، لنقول 17، نقول 15، يعني راح تكلفني 300 درهم اشتري 20 وحدة. 20 وحدة اعرضها اونلاين، اعرضها ببلدان برا، واقول انا مغربي يا جماعة، وانا عندي، وهذا طبيعي، وكيت كيت كيت كيت، لو ابيعها ب 15 دولار. انا هنا حولت 300 درهم الى 2800 درهم. شوف التحويل كيف العائد، يعني معناها الكلام هذا، معناها كل 300 درهم عندي راح تعطيني 2800 درهم. انزين، الحين نقلل المصاريف والحملات الإعلانية وغيرها والنسبة اللي تروح لأمازون. فهنا ايش عذر شباب المغرب الحين بعد مع التحليل هذا السهل؟ يعني بيسك، اروح اقادير، امسك لي سيارة، اروح 1,000,000 معمل. اذا انا من السعودية جيت هنا وقابلت اكثر من معمل خلال 3 ايام خلصت اموري، ايش عذرك انت؟
مع أني ما أشوف أي معوقة. إيش المعوقة اللي موجودة؟ الأركان يبيعون المغاربة والمنافسة مرتفعة بالزاف في الدول الغربية. هذا أنت خايف. طيب يعني لازم ما حد ينافسك؟ لازم تجلس لحالك؟ ما دام المنافسة بالزاف، شلون أكسر المنافسة بالزاف؟ إذا ما تقدر تكسر المنافسة في الزاف، فأنت ما تقدر تشتغل بالزاف. يعني أنا داخل ما عرفنا في منافسة، في شركات ممكن تأكلني. ولكن كل واحد لازم يحط له خطة. أنت تقدر تبيع بأرخص، أنا أقول لك ليش. أنت ولد البلد، المنافسة كبيرة. خلينا زي أوكي. منافسة كبيرة، أنت ولد البلد، أنت أكثر واحد يقدر يخلي الشخص يثق فيك أكثر من أثق واحد أوروبي. طيب أنت عندك مارجن تقدر تبيعه باللي تبي، لأنك أنت عايش هنا. فأنت $5 أو $6 تكون كافية لك. الأوروبي مو كافية له، ما يقدر. الأوروبي يبي شيء أكبر لأنه عنده مصاريف أكثر. مصاريفه وين؟ في اليورو ولا بالمدري إيش ولا في التسويق وغيره. فهو يدفع إيش؟ يدفع أكثر منك. أنت قوتك في المارجن حقك. شفتوا الفرق؟ الأوروبي عايش بأوروبا، ما راح تكفيه المبلغ اللي أنت بيكفيك لاختلاف العملة. أنت عندك العملة، هذه نقطة قوتك، العملة. فإذا بعت أنت كسرت السوق. ما دام السوق كبير ادخل في حرب الأسعار وبس. في منتجات اللي يقول لي منافسة، في منتجات قاعد تنباع بأرقام خيالية. مستخلصات الأركان هي الرابحة وليس أوكي. ما راح أتكلم لحد أهل المغرب، الله يخليكم، لحد يجي يعطيني أعذار. أنا ما أحب الأعذار، أكره الأعذار. اللي بيجي يعطيني أعذار خلاص، إيش خلاص، لا أقعد في البيت. stay well stay healthy. يعني مع كل هذا الناس تقول في أعذار. طيب أجل، يعني معناتها إن ما حد يبدأ ينافس، لا حد يفتح مطعم، ليه؟ في منافسة. لا حد يفتح ماركتينج ايجنسي، ليه؟ لأن في منافسة. لا حد يفتح كل شيء لأن في منافسة. لا حد، تفتحون شيء يقعدوا في بيوتكم، لا حد يسوي شيء، خلاص في منافسة، منافسة قوية. كل مشروع أو كل ديرة أجلس فيها الناس تقول لا في منافسة قوية، صالونات في منافسة قوية، مدري إيش في منافسة قوية. مدام أنت تقول في منافسة قوية عمرك ما تتحرك، عمرك ما راح تشتغل. أجل مدام في منافسة قوية، ما في شركات صغيرة بدأت؟ عندنا شخص سعودي يتاجر في الأرقان، في شخص سعودي يتاجر بالزاف بالأرقان. حلو بالزاف، ها؟ هات المشاريع اللي عن بعد. ماركتينج ايجنسي في المغرب قوية جدا. ما في شيء يا جماعة أكثر مشاريع عن بعد، أفضل مشاريع عن بعد. بعطيكم أشياء الحين سجلوا عندكم. في شيء اسمه برودكت ديزاين. حاول إذا تعلق، إذا أنت شاطر في البراندينج اشتغل برودكت ديزاين. برودكت ديزاين أمانة مطلوب. ما في، مو قاعد أشوف عرب كثير أو يسوون برودكت ديزاين خاصة في الإنترنت. برودكت ديزاين يعني أنت تصمم المنتج، كيف يطلع المنتج، كيف شكل المنتج. انزين، عندنا برودكت ديزاين. شو عندنا بعد؟ جرافيك ديزاين، تسوي إعلانات، تكون متخصص في عمل الحملات الإعلانية جرافيك، هذه أونلاين. إيش بعد؟ تصميم مواقع أونلاين، تصميم تطبيقات أونلاين، تصميم هوية تجارية أونلاين. شلون أونلاين؟ في 1,000,000 موقع، روح سجل فيه واعرض خدمتك وبتشوف. يجونك ناس من الدولاب من أوروبا، يجونك ناس من السعودية، يجونك ناس من أستراليا، كندا، يجونك ناس من شتى الدول. هذا الكلام اللي انت جاي تحكي عن اليوم الفلوس تجيب فلوس، واللي ما عنده فلوس شلون يستثمر. اللي ما عنده فلوس يستثمر في جهده، يستثمر في العرق، عرق جبينه، هذا اللي طلع له فلوس. في شيء اسمه sweat equity. sweat equity مصطلح، مو لا تقول لحد يجي يقول والله كلام جديد، ما جب من وين جبته، يعني كلام عادي انت اي حد يقوله. يعني انت قلته اول مره، ايش الكلام الفاضي هذا تروس لنا؟ ها
سويت اكويتي موجوده عالميا. اتكلم مع اي مستثمر بيقول لك سويت اكويتي. سويت اكويتي انك انت تجيب من عرقك، عرق جبينك فلوس. والله لو ما تعرق استغفر الله الحين نبدا الطقطقه. يا عمي خلاص يا اخي اجلس في البيت، لا تطلع لا تعرق، اجلس مكيف واجلس في بيتكم لا تسوي شيء، اجلس خلاص سكر خلاص، انت لا تسوي شيء، انت بحياتك اجلس سو اجلس توصل السبعين وبتندم، بس اجلس. تقول بتشغل ممكن اغنية آية زمن، خلاص لا تسوي شيء، يعني نقاشنا ما راح يوصل، مو راضي توصل معاي، خلاص انا قاعد اروح تجاه وانت راح تجي تجاه، ما خلاص اجلس سو قشر طماط بصل. حتى لو تبيع كبسة في البيت والله ناس تشتري. واكبر دليل ان في امهات اعرفهم شخصيا يبيعون سيفود في الشرقيه مبيعاتهم 80,000 من مطبخ بيتهم، من مطبخ البيت العظيم. لو تقشر بصل والله العظيم قسما بالله، لو تقشر بصل وتحطها في كيسه وتبيع حق المطاعم مقصصه يمكن يشترون. اقول لكم في بزنس واحد شو يسوي، شو البزنس حقه، في واحد ايش البزنس حقه، البزنس حقه يروح هو يختار الفواكه والخضروات وينقيهم صح، زين ينقي الخضروات الزينه فيقلل من حق المطاعم، فيروح يبيعها للمطاعم وياخذ مثلا نسبه بسيطه، يعني ينقي الاشياء الزينه ويروح للمطعم يقول، والمطعم يعرف انه هو ينقي شاطر في التنقايه، يعني شاطر يعرف هذه كويسه هذه ما هي كويسه، فهنا يقلل من خساره المطاعم في المنتج، خاصه بعض المطاعم ما يعرفون الطماط الزين ومو زين، الجحه اذا زينه ولا ما هي زينه، صوتها ما ادري عرفتوا. ففي ناس هي سوت ان انا عندي خبره في الخضروات واجيب لك خضروات عاليه جوده ويدفع له زياده، بس هذه شغلته، يروح المزارع ويجيبهم لهم وياخذ نسبته من المزرعه وياخذ نسبته من المطعم. اقول لكم في ناس تعصر العصير، تبيع العصير معصر وجاهز تبيع لك اياه تودي لان ايش، انا هذه مشاريع الشباب جاوا عرضوها علينا، اظن احنا نشتري من احد حق الخضار ونشتري من حق العصيرات، يجيب لك عصير هو يعصره يجهزه ويبيع لك اياه جاهز. أمس دخلت في جوجل وبحث طريقة عمل المعقم، طريقة عمل إيش المعقم، وجيت فترة سويت شيء، كلمت واحدة مصممة قلت لها شو ورا ما نصمم كمامات، الكمام أثبتت دراسات مو لازم الكمام للشخص اللي ما عنده المرض، الكمام للشخص اللي ما عنده المرض علشان يبعده انه يمسك وجهه، ما الكمام انعرف الكمام انعرف لطريقتين، الطريقة الأولى للكمام ان المريض هذا الكمام الصحي، انا ما قاعد اقول كمام صحي، انا قاعد اكون كمام ما يخليك تمسك فمك بس، فوجهك يعني ما تمسكها، تحط الكمامة عشان ما تمسك الوجه لأن بعض المرات تنسى، يعني أنا الفترة هذه قاعد أحاول ما أمسك وجهي قد ما أقدر جد، بس بعض مرات بالغلط، فلو عندي كمام ما أمسكه خلاص يذكرني. بزنس حلو إذا عرفت تسوق، عرفت تجيب أصلا لون ويعني شيء حلو، بالعكس الناس بتلبس، ترى الناس قامت في كمامات اللي انتشرت في الفترة الأخيرة عرفتوها إكسات كلنا اشتراها، لا حد يقول لي لا الناس ما تشتري، كلنا اشتراها عشان I look good مثلا. لنا على أي أساس تحدد ميزانية التسويق؟ هل لها طريقة معينة؟ ميزانية التسويق تعتمد على ميزانية الشركة بشكل كامل، تختلف من شركة لشركة، ممكن مطعمين واحد ميزانيته 10,000 وواحد ما يقدر 10,000 5,000، يعتمد على قدرة المشروع. كمامات لوي فيتون إيه، وفي كمامات الاكس هذه اللي طلعت عرفتوها ما ادري شو اسم الماركه هذه، طلعت باعوا كثير منها، انا كنت ادورها.
كمان مش راس مال، انا اللي فكرت فيه اقمشه تقطعها مربع تحط لها خيط خلاص كذا وانتهى الموضوع، ما بدهاش والله يا زلمه. وبيع امها ب40 ريال 30 ريال وبتنباع. وحط هذا كمام عشان ما تمسك وجهك، هذه الحمله ما تبغى تمسك وجهك اشتر الكمام هذا كذا لونه اسود حلو عشان ما تمسك وجهك بس، وواحد ابيض حق الثوب. ايش رايكم بالفكره؟ والله جامده، والله الفكره جامده. بكني اقول مواشي اهجرني وانا من كثر البكاء تعباني هو الحالي، فكره جامده. من وين انت؟ انا من جزيره اسمها جزيره الوقواق، واتكلم اللهجه العربيه البحرينيه بس اللهجه السعوديه واللهجه البحرينيه، اتكلم اللغه العربيه ولكني من جزيره الوقواق. لو انا عايش بالعراق واحد يقول لي لو انت عايش بالعراق ما تكلمت حسه، بقول لك ايش بسوي لو انا بالعراق الحين. لو انا في العراق شو الخطه حقتي؟ لو انا بالعراق راح اقفل الباب على على علي، لان كل العراقيين يقول ما تطلع ما تقدر، خلاص اوكي ما عندي مشكله اقفل الباب علي البيت اقعد في غرفه وما عندي شيء. اول شيء اتعلمه كيف اصير جرافيك ديزاينر، اتعلم 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 تعلمت. بعد ما اتعلم بدخل موقع اسمه Upwork وبيهانس وبسجل فيهم وبعرض اعمالي وببدا اسوي اعمال، وبعدين بفتح لي حساب وراح استهدف مين؟ استهدف الناس الخارجيه. لا تقول لي ما عندنا بيمنت جيت واي، اوكي وستن يونيون استقبل فلوسي. وبعدين اعرض الخدمات والديزاينات الى السعوديه، امارات، المناطق اللي حولي، حتى برا اروح اوروبا ما عندي مشكله، اروح مدري وين ما عندي مشكله عادي ببيع. ولما ابيع اكسب فلوس، لما اكسب فلوس اسلم عليك. توتة توتة خلصت الحتوتة. لحد يقول لي هذا كلام فاضي ما يصير. سويت المحاضرة في المغرب، واحد جاني ديزاينر قال لي أنا أصمم لشركات في السعودية. ما شاء الله تحياتي وأشواقي والله العظيم. يصمم لهم كل شيء وهو في المغرب، ما حط عذر، ما قال أنا ما أقدر، بلدي ما فيها وأنا ما في وظروف صعبة وما أدري إيش. الهندي وهو في الهند يبيع لي خارج الهند، الهندي وهو في الهند كل شيء يصير. لا تعطي أعذار، ما تعرف اتعلم. أظن هو هنا أظن موجود، مين اللي كان معنا في المحاضرة اللي كان يصمم للسعودية؟ في واحد من عيال المغرب يتابعني في اللايف قدامي يقول لي أنا دائما أتابعك، إذا موجود يرفع يده. أحسن المدرسة Upwork و Behance. Behance هو زي البروتوفوليو حقك تعرضه للناس، Behance و Upwork. خلينا أعطيكم مثال Upwork. أنا قاعد أصمم الحين منتج تصميم البرودكت حقي مع واحد، ما راح أقول من وين، واحد موجود في الحياة بس ما هو هنا، بلدة فقيرة، وقاعد يحاسبني. إيش اللي صار الحين؟ سوالي المنتج، الحين أبغى أتعامل معاه رسمي بيني وبين شركتي، بيني وبين بينه نفسه، فإحنا راح نكون فريق عمل واحد. أرسل له شغل ويجيب لي شغل، أعطيه يعطيني، أحق ظهره بحق ظهري. بس الشحن خارج من العراق صعب، أنت ما تشحن، أنت تسوي ديزاين ترسل عن طريق الأونلاين، ما في لا شحن ولا شيء، أنت اللي عليك تفكر. تتوقعون كم أدفع لهذا اللي يسوي لي المنتج؟ اللي يسوي لي المنتج أدفع له 35 مدري 40 دولار في الساعة. يا شباب العربي العظيم، يا شباب العرب، بقول لكم شيء، احنا عندنا مشكلة يا جماعة، مشكلة الأعذار. الأجانب برا، في يطلع لك واحد من أوكرانيا وضعهم ما هو كويس في أوكرانيا وقاعد يسوق ويسوي مواقع لدول بأسعار غالية. أعرف ناس في أوكرانيا يعني يسوون تطبيق ب80,000 ريال ب50,000 ريال. ليش؟
وين احنا فيه؟ وينكم انتم فيه؟ لا تعطي نفسك عذر المكان الفلاني هذا ما اقدر. لا، ما في شيء ما تقدر، الانترنت سهل كل شيء. لا تعطي نفسك عذر، الهنود ما اعطوا نفسهم اعذار، الهنود احتلوا العالم في تصميم المواقع. لو تشوف اي حال الهند، لو تدخل الحين أبورك راح تشوف كثير من الهنود قاعدين يسوي موقع $700 وغيرها. $700 هنا في المغرب او في العراق ممكن تعيشك ملك. تخيل تسوي 4 مواقع بالشهر، 3 إلى 4 مواقع شهريا، مواقع صغيرة. الموقع بياخذ منك اسبوع. لو نفرض كم انت دخلت بعملتك، هذا ما هو مبلغ بسيط بالعملة حقتك، هذا ما هو مبلغ بسيط، لان انت قاعد تشتري او تعرض بالدولار. هذا الفرق. بس الهندي يسويه $500 ليه؟ لما تروح البلدة مثلا باستراليا، الموقع يبدأ الموقع الحالة يبدأ الموقع $5,000. فالاسترالي يقول ليش أسويه $5,000؟ ليش ما أروح الهند أسويه $500؟ ممكن تصمم سيرة ذاتية، هذه ممتاز، تصميم سيرة ذاتية. $20,000 مغربي، $20,000 تدرش تعيشك ملك هنا، ملك. أنا أعطيكم مثال، رواتب الوزراء هنا في بعضهم 70,000 بعضهم 40,000، فأنت هنا قربت من راتب الوزير. راتب كويس في المغرب يعطيك 5,000، 5,000 تعيش متوسط، يعني عيشة حلوة يعني. فوق 5,000 أنت تعيش ملك، صح ولا لا يا إخواني المغاربة؟ ترى سألت، هذا اللي جاني الكلام، هل هذا صحيح ولا لا؟ 5,000 يعتبر ممتاز يعني تعيشك، أي شيء فوق 5,000 يعتبر ممتاز. 20,000 أنت ملك هنا، ملك. 20,000 إنزين، 20,000 وظفت لك واحد إضافي وزاد الشغل عندك، صرت 40,000. وظفت لك ثالث معك، صرت راتبك وزير، خلاص صرت وزير، راتب وزير خلاص خلاص. يعني 3 موظفين كل واحد يمسك 4 4 4، 12 عميل شهريا، 12 عميل. ترى الموضوع ما هو سهل نفس ما أنا أتكلم فيه، لأن أنت راح تحتاج أن اسمك ينعرف تدريجيا إلى ما توصل لي 12 عميل شهريا. ممكن تحتاج سنة عشان توصل 12 عميل شهريا. ما راح أقص عليكم أقول لكم والله سهلة السالفة، لا ما هي سهلة. تحتاج أول شيء اسمك، بعدين في أبورك على عدد العمليات، كل ما تسوي شغل والناس تقيمك، وكل ما يقوى تقييمك كل ما الناس تحبك أكثر وتجيك أكثر. يعطيكم العافية، ترى وجودي هنا في البث هو محفز لكم، لا أني أكره أحد ولا بيني وبين أحد شيء، وبعضكم ما بين حتى ما أبغى، في ناس تخاف، ما أبغى فلوس، ما أبغى يعني لا تحسب أني جاي أبيع لك، مو جاي أبيع لك، أنا جاي هنا أحفز. وما في أحلى أحلى من شيء عشته في المحاضرة اللي قبل. جاء واحد قال لي أحمد أنا أشوفك في الحقيقة، لا 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 لا, لا. مو بس كذا، قال لي جاني بعدين، أنا قلت جاني بعدين، قال أنت غيرت حياتي، هذا البزنس أنت ساعدتني فيه. فتح ايجنسي، ماركتينج ايجنسي، سويت له فالو، ما أدري هو موجود ولا لا. بعد ما طلعت محاضرة حسيت في شعور جميل جدا، شعور من جد ممكن بعض الكلمات تغير حياة شخص، تزيد رزق شخص، أو تخلي شخص عنده، ما تدري البزنس هذا بعد 5 سنوات شو يصير، ما تعرف. الناس اللي تشوف الكلمات هذه بسيطة، لا، عند البعض ممكن 20% منكم أو 10% من عندكم الكلمات هذه راح تكون مؤثرة لها، الكلمات هذه راح تخليها تبدأ وتفتح مشروع. ويا ما ناس معي في البحث نجحوا في مشاريعهم.